أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم أجمل تحية في انطلاقات سباق صباح هذا اليوم في يوم المرموم والخاص بسن الكبار في هذا اليوم من 7 ديسمبر لعام 2020 في انطلاقات هذا الصباح. 16 انطلاقة خاصة بأشواط الثنايا في هذه الصباحية الجميلة من خلال الانطلاقات والتحديات. 16 شوط 8 كيلومترات. نرحب بكل الأخوة الحاضرين في قلب الحدث، كذلك ترحيبنا بالمتابعين عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لسباق المرموم في هذا الصباح. فأهلا وسهلا بالجميع. قبل قليل تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيس في هذا الصباح والخاص بالأبكار المحليات الأصايل، حيث انطلقت هذه الأبكار لتتنافس لليل الفوز والناموس والانتصار. بالتوفيق لكل المشاركين ولكل المهتمين والملاك والمضمرين. نبدأ الصراع ونسير مباشرة إلى بداية الشوط، حيث تتقدم الحروق تعود ملكيتها لسعيد بالصغير المحرمي، يتقدم في هذه اللحظة إلى أجواء الناموس والشوط والمركز الأول. بينما في المركز الثاني هنا تصل في هذه اللحظات شاهينية، تعود ملكيتها لحمد بن عبد الله بن عيد أو حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري، يقدم الشاهينية في المركز الثاني. شرف تحتل المركز الثالث لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي، يتقدم كذلك بمنافسات قوية هنا في هذا الانطلاق. أما المركز الرابع فنتابع في هذه اللحظات هنا عسيلة لعلي بن خلفان بالشاوي الغفلي، يقدم عسيلة مع المحليات الأصايل. المركز الخامس وصلت ثروة، تعود ملكيتها لعمر بن مبارك بالجافلة الحميري، ياتي الآن على المركز الخامس. أما المركز السادس فتصل الشرود لمحمد بن سعيد بن خلفان المنصوري، يتقدم هنا في هذه اللحظات بسادس المراكز. بينما في المركز السابع ياتي شعار مغير بن سالم بن حارب العميمي على ظهر حظ، تتقدم سابعا. المركز الثامن هناك تتقدم هملولة خليفة بن سيب بن محمد الغفلي، ياتينا في المركز التاسع. والمركز العاشر وصلت في هذه اللحظات تاسع المراكز، هناك ياتي هنا شعار بن كليب، هنا سراب مهير بن علي بن كليب في المركز التاسع. والمركز العاشر في هذه اللحظات تتسلل الشايبة، حميد بن عتيج بن هلي يقدم الشايبة على المركز العاشر. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام، ها هي النتيجة أيها الحفل المتابع والجميل في هذا اليوم المميز، اليوم الجميل مع انطلاقات الكبار في تحديات الفترة الصباحية، والتي تحمل من خلال هذه اللحظات أتابع المقدمة وأعود إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط، حيث تتواجد الحروق هي المسيطرة. سعيد بن الصغير المحرمي هو على المركز الأول، يحمل هذه الماركة المحلية الأصيلة، وتتقدم إلى صراع المراكز الأولى. بينما في المركز الثاني، المركز الثاني هنا تتقدم الشاهينية، حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري يقدم الشاهينية في هذه اللحظات مع انطلاقات وتواجد هذه الأبكار. المركز الثالث تصل من خلال الشرف، تعود ملكيتها لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي ممثل المدام، الذي ياتي ليقدم لنا هذه الاسماء مع هذه السلالات الاصيله في تواجد كبير دائما وممثل لاهالي المدام في ميدان المرموم. المركز الثالث. بينما في المركز الرابع الان تقدمت هملوله خليفه بن سيف بن محمد الغفلي، يقدم هملوله في ثالث او رابع المراكز. المركز الخامس وصلت حظ، تعود ملكيتها تعود الملكية لمغير بن ناصر بن مغير العميمي، مقدم لنا حظ في هذه الإطلالة وفي هذه الانطلاقة. المركز السادس هناك تقدمت طلائع
سعيد من مطر بن محمد الرميتي هنا تستطلع أحوال هذا الشوط حيث ممثل السم حياتي بن محمد يقدم هذه الأسماء المشاركة. المركز الثامن هناك بشاوي، هنا يأتي علي بن خلفان بشاوي الأغفلي في المركز الثامن. المركز التاسع وصلت تروى عمار بن مبارك بالجافلة الحميري. المركز التاسع الآن وين القادمة في المركز العاشر؟ المركز العاشر هذه الشرود لمحمد بن سعيد بن خلفان المنصوري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، هذه النتيجة للمراكز الحاضرة في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الحروق، لا زالت في المركز الأول تحرق الكثير من السعرات الحرارية وهي في مقدمة هذا الشوط. تستطلع أحوال الناموس منذ البداية، سعيد بالصغير المحرمي لا يزال على مقدمة الشوط، لكن هناك وصول وتقدم من شعار بن سليم حيث تتقدم شرف إلى المركز الثاني في منافسات أول الانطلاقات. تبغي مركز الشرف، مركز العز، مركز الانتصار، مركز النواميس والسلامات إلى مقدمة الشوط. يا بن سليم يا بن سليم المركز الثالث، المركز الثالث هذه الشاهينية حمد بن عبد الله بن حمد المنصوري يقدم الشاهينية، لكن استطلاع من طلايع الآن تستطلع أحوال الأشواط والمراكز. تقدمت للمركز الثالث لسعيد بن مطر الرميثي، لمحمد بن سعيد بن مطر الرميثي يصل في هذه اللحظة إلى المركز الثالث، بينما حظ تتقدم مغير بن ناصر بن مغير العميمي يقدم حظ في هذه اللحظات إلى المركز الخامس، بينما تقدم في المركز السادس الشايبة حميد بن عتيج بالهلي يتقدم في هذه اللحظات مع الشايبة لتصل للمركز السادس، بينما هناك عسيلة عسيلة طعم العسل والنواميس مع عسيلة علي بن خلفان بشاوي الغفلي مقدما عسيلة حتى هذه اللحظات. إلى وين؟ إلى المركز السابع. المركز الثامن وصلت هملولة خليفة بن سيف بن محمد الغفلي. المركز التاسع هنا ياتي مهير بن علي بن كليب، ماذا يقدم؟ يقدم سرابة، يقدم سرابة، بينما في المركز التاسع الشايبة ولا هذا اللي وصلت الشرود محمد بن سعيد بن خلفان المنصوري. مشاهدينا الأعزاء يصل على المركز العاشر، هذه العشر المراكز الأولى ما شاء الله الجميع في مكان واحد تقريبا من خلال هذه اللحظات. منافسات قوية، إبداع واستمتاع وتحدي دائما مع كل متر من أمتار المنافسة الحقيقية في ميدان المرموم. ولكن أعود إلى شرف، أعود إلى شرف قائمة الشوط، قائمة الشوط يا بن سليم حمد بن سالم بن سليم الكتبي هنا يبحث عن مركز الشرف والانتصار في هذه اللحظات بهذه المشاركات. ما شاء الله تبارك الله، شرف لا زالت مسيطرة، لكن الهجوم، الهجوم وارد من كل حدب وصوب. يا سلام، هذه مشاهدين الأعزاء الآن الحروق تتواجد على المركز الثاني. سعيد بس تغير المحرمي وعسيلة قادمة، عسيلة قادمة، أهالي الفلي قادمين، أهالي الفلي قادمين. مشاهدينا الكرام بالتنافس علي بن خلفان، علي بن خلفان بشاوي الأغفلي، ولكن وين؟ الله، طلايع، طلايع قادمة، طلايع قادمة تتواجد. مشاهدي الكرام محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يقدم طلايع في هذه اللحظات مع ساعة المنافسة الحقيقية. وحظ تتقدم هنا مغير بن ناصر بن مغير العميمي يقدم لنا حظ في هذه اللحظات، بينما شوف هذه الخمس في مكان واحد تقريبا على الكادر الأول، على الكادر الأول تحمل التحية والسلام والانتصار، بينما شوف المركز السادس الشايبة حميد بن عتيد بالهلي يقدم الشايبة في سادس المراكز في هذه اللحظات. ولكن بن كليب قدمها سرابة، مهير بن علي بن كليب إلى السرابة، ولكن شوف يا بن زعل قادم هنا في هذه اللحظات،
هذه الهدة، الهدة عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي خادم يقدم الهدة، وبن درويش من الجانب الآخر يقدم سمحة، سمحة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري يصل هنا من خلال هذه اللحظات شعار الصديق يحتل المركز السابع. ولكن شوف الأسماء، وصلت الأسماء، اختلط الحابل في النابل، ولكن شرف لا زالت إلى المقدمة، إلى المقدمة. شرف يا بن سليم، بن سليم يقدم شرف على لائحة الفائزين، على شرف المنافسين، على شرف المتحدين في ميدان المرموم. ولكن لا زال بن سليم، بن سليم يقدم شرف حمد بن سالم، بن سليم الاكتبي ما شاء الله مسيطر ومتقدم في هذه اللحظات يقود مسار هذا الشوط. هناك سمحة قادمة، سمحة قادمة لحمد بن سلطان بن درويش المنظوري يقدم سمحة من تحتل المركز الثاني، المركز الثالث عسيلة علي بن خلفان بالشاوي الأغفلي أيضا خادم، وطلايع قادمة، طلايع قادمة، طلايع قادمة. محمد بن سعيد بن مطر الرميثي، هذه الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المتقدمين الباحثين دائما على الانتصارات. الكل يريد أن يواجه المركز الأول وحيدا، ولكن أين أنت والمركز الأول؟ كما نشاهد ونتابع هذه الأسماء، هذه المسميات بمشاركة هذا الشوط، ولكن 1200 على خط النهاية. يا سلام، شرف مسيطرة، شرف مسيطرة، شرف مسيطرة. حمد بن سالم بن سليم الكتبي يا سلام يقود هذا الشوط هناك مع المركز الأول، سمحة في المركز الثاني، حمد بن سلطان بن درويش المنصوري يا سلام، السلام للمدام ولا للمرموم؟ السلام لأهل المدام ولا لأهل المرموم؟ الله استلمها للمرموم. المقدمة في هذه اللحظات مع سمحة، سمحة، سمحة سيطرت، تقدمت سمحة إلى المركز الأول. شرف، شرف بن سليم، بن سليم شرف يقدم شرف، شرف حمد بن سالم بن سليم الكتبي، وبالشاوي هناك في المركز الثالث يترصد ويترصد الجميع من خلال وجود عسيلة علي بن خلفان بالشاوي الغفلي. طلايع خادمة، طلايع خادمة عند الرميثي، لكن سمحة، سمحة، سمحة غيرت إلى المركز الأول خطوات ثابتة إلى الناموس. يا بن، يا بن درويش، يا بن درويش المقدمة والصدارة. سمحة، سمحة، أهالي المدام خادمين، أهالي المدام، أهالي المدام، وسمحة مسيطرة، سمحة مسيطرة، أهالي المدام. تقدم من شرف، شرف حمد بن سالم بن سليم الكتبي، حمد وحمد، حمد وحمد، ولكن المركز الأول شرف عادد بن سليم، بن سليم لتهنئة خاصة على الفوز والانتصار. شرف إذا المشاهدين الكرام تهدي أهالي المدام هذا الانتصار الصباحي، أول أشواط الصباح، أول أشواط الصباح مع السلالة الهملولية تذهب مباشرة إلى أهالي المدام بالفوز والناموس والانتصار. سلام يا بن سليم، سلام، سلام على هذا الفوز والانتصار. شرف حلت بالمركز الأول، المركز الثاني سمحة حمد بن سلطان بن درويش، المركز الثالث عسيلة علي بن خلفان بشاوي الغفلي، طلايع لمحمد بن سعيد بن مطر رميثي تاتي رابعا، والمركز الخامس ياتي شعار بن زعل على ظهر الهدة، هنا عبيد بن سعيد بن زعل استبوسي. هكذا النتيجة، هكذا الانتصار، هكذا هي النواميس القادمة من خلال وجود هذه الأسماء. بالفعل كانت تحديات جميلة ومميزة حملت الإثارة حتى خط النهاية. شرف قطعت المسافة في 12 دقيقة 50 ثانية وجزئين من الثانية. حمد بن سالم بن سليم الكتبي ثانينا والناموس، وسلام إلى أهالي المدام، سلام. المركز الثاني 12 دقيقة 54 ثانية بالوفاء وجزء واحد من الثانية، ثانينا لحمد بن سلطان بن درويش على هذا الفوز والانتصار. بينما صاحبة المركز الثالث كانت هذه أمامكم 12 دقيقة 55 ثانية 7 أجزاء من الثانية، ثانينا والناموس لعلي بن خلفان بشاوي الغفلي، ثانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار في مشاركة جميلة ورائعة من الجميع في ميدان المرموم. التواصل مشاهدينا الأعزاء يستمر، وتحيتنا تتجدد لحضراتكم، تحية الإسلام الخالدة.